اختفت الأصوات من هذه الساحة، واختفى معها كل ما كان هنا، لا الأنشطة الصباحية حاضرة ولا التلاميذ ذاتهم متواجدون. منذ 3 سنوات أصبحت أغلب المدارس في مدينة تعز على هذه الهيئة. هذه مدرسة الفاروق، وإلى جوارها مدرسة الثلاية، مجمع تربوي حافل بالذكريات الطيبة. منذ نهاية القرن الماضي عملت هاتان المدرستان على تخريج الآلاف من الكوادر في مدينة تعز. هذا التاريخ الطويل من العطاء لم ينقذها من القصف. تدمير المؤسسات التعليمية باتت الفكرة التي تؤرق تعز اليوم جراء الحرب، ولطالما اختارت الميليشيات الانقلابية هذا المربع الحيوي في قلب المدينة أن يكون مسرحا لها، شنت عمليات مختلفة من القصف ضده. قصف العشوائي القوي الكثير، هاي من هنا أشلاء هذه الزقاق والحجار والماسة المكسرة، هذه هنا طلاب العلم يدرسوا هنا، يعني ما فيش منهم أي حاجة، يعني هم ما كملوا يدرسوا، يعني وش يخربوا أساس الطلاب والأطفال هذا مدير مدرسة ثلاية يحاول إعادة ولو جزء من العملية التعليمية، لكن بحذر بالغ، خوفا على حياة الطلبة كما يقول، فالطوابق الأعلى لا يمكن الصعود إليها تجنبا لقذائف الميليشيات التي لا تزال تتساقط على المدينة على الدوام. طبعا هذه إحدى قذائف الدبابة التي ضربت من سفتل، كذلك في المبنى القديم مربوط فيه قذائف بالدبابة ربما من سفتل أو من الحرير، كذلك تم تدمير الكثير من المدرسة، والمدرسة الآن بحاجة إلى إعادة ترميم وإعادة تصليح أجزاء كثيرة، كذلك المسرح تم ضربه بقذيفة دبابة، وكذلك سكن الحارس ربما قذيفة هاون. وباستهداف المنشآت التربوية والمدارس في حرب الميليشيا تحاول إجهاض مشروع التعليم، لكنها بهذه الصورة تفشل في تقويضه. فحينما تتحول المؤسسات التعليمية إلى أهداف في القائمة العسكرية، تتحول الحياة معها إلى البدايات الأولى خارج العصر، وكذلك تدفع جماعة الحوثي بالأوضاع إلى الخلف عقودا من الزمان.